ناز ديلي ولا اليوتيوبر الامريكي المشهور الذي خلق نوعا ما ضجه مؤخرا بعدما تكلم عن القضيه الفلسطينيه. المهم هذاك الامر خلوه بين قوسين، ولكن تكلموا عليه كشخص هو اصله عربي ولكن امريكي، جنسيه امريكيه، حتى قناته مفتوحه في امريكا، وعنده فيديوهات ناجحه ومحقق ملايين من المشاهدات بسبب الفيديوهات المتنوعه التي يقوم بنشرها. كرس فيديو كامل في قناته الشهر هذا الاخير شهر مايو حول طفل من المغرب بقدرات خاصه. صراحه انا ناز ديلي متابعه، ولما شفت الفيديو هذا بالصدفه يعني مروكان كيد، يعني الطفل المغربي سماه ايرون كيد، كان اقتباس عن فيلم تاع ايرون مان اللي صانع يد، يعني المهم يعني جزء آلي وجزء بشري، لانه عنده علاقه مع هذا الامر. هذا الطفل راح تشوفوه معي مع بعض خوتي اخوتي. هاي في الدخله تاع الفيديو كما تشاهدون، ذا ايرون كيد اوف ماروكو، يعني الطفل ذا ايرون كيد تاع المغرب. شوف هذو اختراعات اوكي في المغرب، 12 سنه في عمره يقوم بصناعة يعني روبوتات خيالية ورائعة من مكان نومه كله بنفسه. يعني شوف، واحد من اختراعاته هو ماسك خاص بالكورونا إلى آخره، يقوم بالنزول والصعود لوحده أوتوماتيكيا بحركة اليد كما تشاهدون. اها يعني حتى هذا الاختراع تاع بوبال، عفوا حاشاكم عزكم الله، حتى هذه ساعة يعني تظهر في الليل. والقدوة ديالي هو ايلون ماسك، يعني ايلون ماسك هو واحد من اثرى الاثرياء في الوقت اللي رانا فيه، مخترع هذيك تاع تيسلا، يعني صاحب شركة تيسلا، السيارة الذكية اللي تقود وحدها نفسها بحالها، يعني المستقبل، راه المستقبل عايش في الحاضر. ايلون ماسك كنتمنى بشدة باش يعني انني نتلاقى به. ان شاء الله ان شاء الله تلاقى به، إن استمريت بهذا العمل ستلتقي به لا محالة. بلال. هاي ناس ديلي، اي ام حموتي محمد بلال، ام 12 years old and I want to be the next Elon Musk. ان شاء الله. قال لك انا في عمري 12 سنه وراني باغي نكون انا ايلون ماسك المستقبلي، لما لا، نتمناها لك من كل اعماق قلبي يا بلال، وبارك الله فيك على طريقه الكلام تاعك والبشاشه تاعك ووجهك المنور بسم الله ما شاء الله عليه. Was just a poor kid from a poor neighborhood. Every day as he went home from school, he kept seeing people with disabilities and he could not stand it. وانا غالبا اللي كنبغي ندير شي بروجي ولا شي فكره، يعني غالبا كتكون متعلقه يعني بشي روبوت اللي كيساعد البشريه. قال لك يعني لما يكون راجع من البيت تاعو، من المدرسه تاعو البيت تاعو، يشوف اشخاص معوقين، يخمم كيفاش يدير يساعدهم يعني بطريقه او باخرى. يعني راك تشوف الفكره تاعو فكره انسانيه، كل شيء ينطلق بفكره كما قالت خواطر الناس المعاقين. So Bilal kept thinking about how he could help until one day he realized robots. في يوم من الايام اكتشف يعني وقال باللي الروبوتات هي الحل. Disabled people more power. يعني الروبوتات ممكن انها تعطي قوه اضافيه للمعاقين. زوينه بزاف وكنت فرحت بها بزاف، ويعني في ذاك المهارات يعني كنت بديت كنقلب ديك السياره نشوف كيفاش. فكرتني انا في الصغر يعني الحب ديال هذا المجال. So he started to learn about mechanics, physics and engineering at a young age. He took wires, screwdrivers, electric circuits and started building his own robot. وانا هاد الشيء باش بدا يعجبني وباش يعني بديت كان انني اختارع، يعني في البدايه بديت بلي تطفى وتشعل، هكا بقيت كنتعلم مراها موتور مراها يعني نخلط حوايج. That's why Bilal created this robot hand to help people with special needs. With this hand, people who have difficulty moving can get to objects that are out of their reach. اليد كتحاكي الحركات ديال اليد حقيقية. قمت بالاختراع ديالها من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة اللي يعني يكون عندهم في عوض يد ما عندهمش اليد، تكون عندهم واحد اليد اصطناعية باش يقدروا يهزوا بها حوايج يعني يديروا بها. سبحان الله. صراحة شوف النية تاعو في البداية هي نية إنسانية، نسأل الله أنه يوفقه ويحفظه إن شاء الله. هذا منبه يتصل بك في الهاتف. يعني اخترع منبه يقوم بالاتصال بك في الهاتف تاعك الخاص لما يكون كاين دخان. تخيل معي يعني الاختراع لو كان ياخذوه يعني بعين الاعتبار راح يولي واحد من اثرى الاطفال في في. Oh, if a disabled person has a problem in their house, someone could come to their rescue. راك تشوف
يعني إن كان أحد معاقين ما يشوف ما يقدرش يشم ما يقدرش يعني عنده إعاقة معينة يعني يكون كاين دخان, هذاك الدخان يسبب الاتصال بطبيعة الحال بأي شخص من الأشخاص ممكن قادرين ينقذوه ويكون سبب يعني بلال يكون سبب في إنقاذ الأشخاص يعني صراحة ما شاء الله. That opens automatically when it senses your hands coming towards it. هكا تحل بوحدها اوتوماتيكيا باش هكا يعني ما نقيسوش في هذيك المهملات وما ينتشرش عدوى كورونا. ليس كورونا فقط, كل فيروسات يعني بهذا البوبالة يعني كل فيروسات المتنقلة عن طريق اللمس ما تنتقلش يعني سبحان الله. Bilal even won the World Robots Competition. But you might wonder, how did he learn to do all of this? يعني بلال قال باللي فاز. And with all of these inventions, Bilal even won the World Robots Competition. يعني فاز ببطولة العالم للروبوتات بلال. How did he learn? كيف تعلم؟ ذوك يقول كيف تعلم كل هذه الأمور؟ يعني أي إنسان عنده أي موهبة يقدر أنه يطورها ويتعلم يعني من الإنترنت ومن هذه الأجهزة يعني التواصل الاجتماعي وفي البيئة المناسبة لذلك المجال يعني كيبدع أكثر يعني كيطور المهارات دياله أكثر. صراحة طريقة الكلام تاعك يا بلال راهي ما شاء الله, عندك مستقبل إن شاء الله, ركز في العمل تاعك وتحية خالصة لوالديك وكل من أشرف على تربيتك ربي يحفظهم ما شاء الله. يعني صراحة نفرح كي نشوف أمور كيما هذه. He is making magic out of nothing only using the internet and his 12-year-old hands. This is proof that talent exists everywhere in the world. قال لك يعني يستعمل فقط يديه تاع 12 سنة والانترنت وهذا فقط يعني يكفيه انه يخترع, ودلالة لانه المواهب موجودة في كل اماكن العالم. صراحة قصة بلال تستاهل. قال لك شكرا على المشاهدة. ناس means people in Arabic, humans. And we are on a mission to show you the stories of humans. يعني تشوف المغزى تاع البرنامج تاعو القناة تاعو ناس ديلي يعني الناس يوميا طبيعة الحال يتكلم عن الناس ويتكلم عن قصص الناس في كل مرة يقوم بالفيديوهات تاعو. ناس ديلي صراحة مشهور بالعديد من فيديوهاته بالعديد من الأماكن في العالم, زار العديد من الجهات في العالم, العديد من الدول, العديد من الشعوب الغريبة, العديد من الشعوب الطريفة, يعني عنده العديد من الفيديوهات. صراحة هذا الفيديو تاع هذا الشاب بلال أعجبني, وصراحة كونه يعني شاب في عمره 12 سنة فقط ركز عليه فيديو كامل صراحة يستاهل ويستاهل أنه نتكلم عليه. أشكركم نشتوا معي الفيديو هذا الأخير, شكرا لكم وتحياتنا لبلال وتحياتنا لناس ديلي أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.